شي واحد يضرب في الدوبل، شي واحد يضرب في الدوبل. كم جهاز كسرت بس لانه حطينا عندك مرصاصة؟ السلام عليكم يا شباب، يا اخوان اشترينا بطح لباسل. اليوم غادي نهضر على واحد الموضوع اللي كنت باغي نهضر عليه من شحال هادي، اوكي؟ وكنت كل مره تنقول صافي ماشي مشكل، صافي ماشي مشكل، ولكن دابا صافي الموضوع زاد على الحد ديالو. وهاد الظاهره كثرات بزاف، وبنادم ردها خدمه وبيزنس، والا ما حضركش شي واحد عزيزي المشاهد تقدر حتى انت تطيح ضحيه اليوم. الموضوع اللي غادي نهضروا عليه اليوم اللي هو السعايه اللي في تيك توك والنصب اللي كيطرى في اللايفات. ندخلكم نيشان نفصل بالموضوع، حيت الا كنتي عزيزي المشاهد ما فاهمش شنو طاري اجي نشرح لك. ما عمرك كنتي داخل التيك توك حتى خرج لك شي فيديو بحال هذا فين كيقول الا مشى حتى شي واحد صيفط لي مصاصه في اللايف غادي نهرس التليفون، ولا طلع لك هاد راعي الغنم اللي كيهضر بهاد الطريقه الكرينجي وعنده هاد الجريه هادي باش يخلصوه بفلوس، اولا كيطلع لك شي واحد بولدو واللي ما كاين حتى شي حاجه كتثبت باللي راه ولدو اصلا وكيبقى يطلب في اللايف، ولا حسابات اخرى اللي ولات بالالاف دابا ولا عندها بيزنس وفلوس كتدخل من السعايه في تيك توك واستغلال تعاطف الناس. اما التحديات ديال تيك توك والنصب اللي كيطرى في اللايفات هذا عالم ثاني، ولكن ماشي مشكل انا جديتهم في هذا الفيديو. اخيرا الفيديو ديال اليوم عنده جوج اهداف، واللي هو غادي نعرفوا هاد انواع ديال الحسابات وكيفاش كيخدموا باش عزيزي المشاهد ما يلعبوش عليك مره اخرى، حيتاش انا عارف قلبك طيب وكتبغي تعاون كلشي. والهدف الثاني واللي هو شنو غادي يطرى للمحتوى المغربي الا مشينا حتى خلينا هاد الظاهره هادي تنتشر وتولي حاجه عاديه، حيتاش فريمون غادي طرى كارثه. وهذا الشيء علاش انا اصلا داير هاد الفيديو بهاد الحرقه. وكملاحظه صغيره، اليوم غادي نهضر على المحتوى، ما غاديش نهضر على الشخص اللي داير المحتوى كيفاش داير، لا انا كنهضر على شنو كيدير داك الشخص. سو بليز كام داون اند دونت كانسل مي بليز. واخا شي وحدين صراحه غير ديال استغفر الله. إذا كنتي واجد عزيزي المشاهد حتى انا واجد، يلا ندخلوا نيشان في الفيديو ديالنا. في الاونه الاخيره انتشر واحد النوع ديال الحسابات في تيك توك، وشنو المحتوى اللي كيقدموا هاد الحسابات؟ حتى شي حاجه، ما كاين حتى شي محتوى. المحتوى ديالهم هو يطلقوا لايف ويتحداو تيك توكرز اخرين باش يجمعوا هدايا، ودوك الهدايا من بعد يقدروا يخرجوهم على شكل فلوس. فدابا غادي تقول لي اخي حمزه عادي بنادم كيترزق الله، فين كاين المشكل؟ ها بصح ما كاين حتى شي مشكل، وكل واحد كيحاول يدبر على راسه بشي طريقه، وما كاين حتى شي عيب في هذا الشيء. انا براسي باغي ندبر على راسي من هذا الفيديو هذا، ولكن فاش كتوصل القضيه للاستحمار ديال الناس والنصب عليهم هنا ما كيبقاش عندك الحق. غادي نشوفوا اول مثال معانا واللي كان كيطلع لي بزاف واللي هو هذا. كم جهاز كسرت بس لانه حطينا عندك مرصاصه في البث المباشر؟ ايباد بطاقاته 14 13. سو هاد الشخص كيف ما كتشوف المحتوى ديالو شناهو، هو نهار كيبغي يدير لايف كيلوح شي فيديو بحال هكا وكيقول ليهم اللي دخل عندي اللايف وحط ليه مصاصه غادي نهرس تليفوني. سو شنو كيديروا النعاج؟ لا لا ما نقولش النعاج، حيتاش كاينين دراري صغار اللي ما عارفينش وساهل الضحك عليهم. سو شنو كيديروا الناس؟ كيمشيو كيدخلوا كيصيفطوا له مصاصه باش يشوفوه كيهرس تليفونه ولا في الطابليت ديالو، وشنو كيطرى من بعد؟ هو ما كيهرس والو في ذاك اللايف، والشخص اللي دونيته الفلوس كتمشي الفلوس غير هكاك وهو فرحان. وتيك توك فاش كتشوف شي لايف محرك بحال هكا كتبقى تقترحوا للناس اخرين كثر، وغادي يزيد عدد الدونيشنز ديال الناس اللي بغاها يهرس التليفون. من بعد ما كيدير والو ما كيهرس لا تليفون لا حتى شي حاجه، وكيقول لهم الله يعاون، وفي الاخر كيزد اللايف وكيجمع دوك الفلوس، ولا غد لي عاود كيعاود نفس هذه العمليه هذه. وليت حاب لك هذا الشخص صافي ختم المستوى ديال التقوليب والحقاره، نبغي نقول لك مازال ما كملناش. هذه اللي كتشوف راها فقط تصويره حطها ومكبرها، ماشي مهرس الطابليت ديالو بصح. ولا الدراري هرس هذا ليكرون هادي، الا ما درتوش لايك غادي نهرس حتى هذا ليكرون هادي. ها هي كمان الدراري اي نو نتوما ذكيين على هادشي هذا، هادي راهي تصويره الدراري. بغيت غير نقول مثلا باللي راه كيستثمر وكيهرس حاجه باش يجيب جوج حوايج، لا ما مهرس والو باغي يربح كلشي. سو هادشي اللي شفنا دابا هو ابسط انواع ديال السعايه واقل حاجه في النصب اللي كيطرى في تيك توك، وحنا يلاه بدينا في الفيديو ومازال ما شفتي والو عزيزي المشاهد. بضع السلام عليكم يا شباب، يا اخوان اشترينا بطح لباسل، حط لايك ومتابع وتعال على الله شوف البطح، شوف الله شباب الله يا رب بطل. الشيء المستوى الثاني اللي وصلنا ليه شنو هو؟ انا عارفك ما باغيش تفكر في داك الشيء اللي كتفكر فيه دابا وكتقول ما يمكنش، ولكن نبغي نقول لك لهذا المستوى وصلنا. الاستغلال ديال شخص مريض من اجل السعايه، وفي الاخر ضروري خاصو يقول لك دخل لايف، حيت تما كيقدر يكسب تعاطف الناس وتما تقدر تصيفط له فلوسك. وانا كنحلل في الكونت ديال خونا هذا، حيت عنده بزاف ديال الفيديوهات كيفارميو الفيديوهات تبارك الله لايك 10 في النهار اصاحبي. لقيت واحد الفيديو اللي ثار انتباه ديالي وتنقول ويلي، زعما كاع الناس اللي متبعينهم ما عمرهم حسوا بلي هادشي تمثيل ولا هادشي كامل هو فقط طريقه باش ينصبوا عليهم. هاد الفيديو ترى انتباه ديالي وبغيت نهضر عليه صراحه، باش نقول ويلي كيفاش الناس كاملين ما 510 كومونتيرات حتى شي واحد ما لاحظ هاد البلان هذا، واللي ويلا لاحظتي في البدايه ديال الفيديو اللي غادي نخدموا لكم دابا، حتى غادي يقول لهم المصور صافي راه بديت وما عاد غيبداو يبكيو، يعني باش عرفت شحال هادشي مصطنع بزاف. اوكي سير خلاص يا باسل لا تبكي يا باسل، عاودها والله يجي نعاودها بالله.
اوكي او حتى غيقول له المصور اوكي بداو راه كيصور عفاكم اوكي بدا خلاص يا باسل اوكي يا باسل يا اخوان باسل عممكي شباب او ماي جاد باسل عممكم انا كمان عممكي تعب سنتين شباب حسابنا محظور من اللايف ابد وهذا باب رزقنا انا وباسل هذا اخي قطع رزقنا اوكي واحد الحاجه اللي هي قال باللي باسل خو وفي الاصل المهم لما نحرق عليكم انتم غتفرجوا فيديو غادي نعرفوا واش خوه ولا لا ليش قطعتنا برزقنا بالله عليك يا اخوان اللي يقدر يساعدنا هذا حسابنا محظور من اللايف ابد اللي يقدر يساعدنا يساعدنا والان في يوم جمعه وحسابنا بالوصف الاحتياط الكل يتابعنا واللي يقدر يساعد اوه شيت انا كنت جاي الفيديو في نهار الجمعه او ماي جاد شادي شنو قال له قال له بيع باسل يا غالي واعطي الفلوس لشركه التيك توك وبترجع لك فهمتش علاش كنضحك على هذا الجوك حلمي تحقق حلم سكان الكره الارضيه صو كيف مشيتي في هذا الفيديو كميه التمثيل والتصنع اللي في الناس هادو راه ما يمكنش وما غاديش نقول صنع المحتوى حيت ما كاين لا محتوى لا والو فقط استحمار ديال الناس ولا كذبوا في هذه الحاجه هذه كي غدير تيق داكشي اللي كيقولوا باش عرفنا اصلا واش هاد الدري معاق ولا مريض حاجه اخرى اللي قالها الدري واللي هي باسل خوه ولكن الا جينا نطلعوا الفيديوهات اللي الفوق وجدادين غادي نلقاو غير هاد خونا بوحدو اللي عايش الحياه فين هو باسل اللي كان كيسعى به ولا صافي شاف القضيه ما خداماش والناس بداو كيعيقوا به ما بقاوش كيعطيوه الدونيشن بسبب باسل صافي قلب عليه اها والناس اللي دعموه بالفلوس في الاول فين هي ديك الفلوس ولا فين مشات وفين هو الموتور اللي قلتي شريتي لباسل في هذا الفيديو ولا غير باش بنادم يدخل لايف وهذا الشيء كامل الا جينا نشوفه اصلا في القوانين ديال تيك توك راه ما مسموحش به كاع يعني كميه الكذب وكميه النصب والاحتيال في هذا الشيء هذا راه ما تيتصورش ولكن انت ضعيف وما خدمتيش عقلك غير اللحظه مع هاد خوتنا هادو راك ضعتي دابا انت عزيزي المشاهد كتسائل وكتقول اخويا ديروا اللي بغاو اش جابنا حنا لهذا الشيء هذا حنا ما جابنا حتى شي حد لهذا الشيء ولكن هادشي هو اللي جا عندنا براسو الخوت عرفتوا علاش مابقيتش كندير لايف في هاد الكونت حيت كيدخلوا ليا كومونتيو ليا بالحامض ودابا انا داير لايف كلشي يدخل من هنا لي كومونتا ليا بالحامض غنحيد هاد اللايف انا مابقيتش غندير هاد اللايف في هاد الكونت انا كيف مشيتي في هاد الفيديو الطريقه ديالو دايره بحال الطريقه ديال الاول واحد شفنا يعني كتبدا تلاحظ واحد النمط كيبدا يتعاود غير الشخص اللي كيتبدل وهذا ولا بيزنس موديل دابا واللي هو غادي يبقى يقول لك كتب شي حاجه في اللايف وغندير واحد الحاجه وهادشي اللي غادي يخليك تدخل لايف ودير ديك الحاجه باش هو يدير ديك الحاجه وكنزيد نقول لكم بلي انا ما عندي حتى شي مشكل مع هاد الاشخاص هادو والله يسهل على كل واحد فيهم ولكن انا كنهضر على المحتوى الزفت اللي كيديروا واللي المشكله غادي وكينتشر بواحد الطريقه جنونيه علاش حيت فيه الربح السهل وكلشي باغي يربح في ليله وحده ما فهمتش انا واش الناس اللي في تيك توك واش برين واشت ولا عندهم شي خليه في العقل كتفكر بحال شي ان بي سيز اصاحبي ولا الفيليجرز ديال ماينكرافت ولكن انا متاكد هادشي كامل غير حيت ما عندهمش القناه ديالي مساكن ما يمكنش كميه التفاعل في هاد الانواع ديال الفيديوهات واللايفات راه لا تصدق راه كنهضر بالملايين وكون غير كان محتوى عادي راه هانيه مزيان هادشي واعر كاع والمستفيد الاكبر والوحيد هو انت عزيزي المشاهد ما غاديش تضطر انك تبقى تفرج في يوتيوبرز خارج البلد ديالك غير حيت ما كتلقاش محتوى في بلاد اما باش يكون المحتوى ديالك كامل قائم على استغلال التعاطف ديال الناس ونهب وسرقه الاموال هنا كيخصك انت كشخص كتكونسومي المحتوى تشعل واحد البطونه حمراء في راسك وتبقى دير ويط 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 حيت هادي راه السوشيال ميديا والسوشيال ميديا كلها فيك مزيفه اول واحد شفناه واللي هو كيفاش كيزيف الخلفيه ديال التليفون باش تبان مهرسه وباش عرفنا اصلا واش هذاك التليفون حقيقي ولا لا ولا مشيتي شعلتيه غادي يطلع لك بلاي ستور ديال جوجل ثاني حاجه شفناها مزيفه واللي هي داك الدري مع خوه ما عرفناش اصلا واش مريض بصح ولا لا اولا اصلا واش خوه هذاك ولا لا ولا غادي تجي تقول لي ان بعد الظن اتم وباش عرفتيه ماشي مريض غادي نجي وغادي نقول لك بفكر سليم ومنطق صحيح باش عرفتيه ما مريضش دابا هذه هي المشكله واللي هي كيقيس واحد الحاجه مهمه عند الانسان واللي هي المشاعر ديالو القلب ديالك انت باش يكسبوا التعاطف ديالك شقيتك القميص تكرم شقيتك القميص انت محازمك شقيتوني انت محازمك شقيتوني انت محازمك شقيتوني كيف ما كتشوف عاوتاني نفس النمط كيتعاود ما ديرش واحد الحاجه باش انا ما نهرش تليفوني وكيضطر داك الشخص انه يدخل ويرسل ليه ديك الهديه على الله وعسى يشوف ديك الرياكشن من عند مول لايف تقدر من مورا هادشي كله تقول لي ماشي مشكل ما عندهم ما يديروا وهذا هو الحل اللي لقاوه باش يدخلوا شويه ديال الصرف وهذه هي المشكله انه كاين ما يدار ولكن داك الشيء اللي خاصو يدار فيه تمار هو ولف واحد الحاجه سهله نعطيك غير مثال بهاد الياباني هاد
اللي كتشوف. كيدير شي حوايج في اللايف كيجيبك الله بحال راه هذا فيديو بالمونتاج ديالو وكلشي، واللايف زاهي وفيه شي كونتنت وشي حوايج ناضين. كاينين الناس كيغنيو في اللايف عندهم صوت ناضي كيعرضوا المواهب ديالهم. كاين خونا مغربي ما عرفتش صراحه واش كيدير لايفات ولا لا، ولكن هارب بالرجوله. انا بعدا كيطيرني بطريقه ديال المونتاج ديالو كيتعاند مع الغرب حتى هو. كاينين صاحبي بزاف ديال الناس كيديروا تيك توك بلا ما يعتمدوا على النصب ديال اللايفات. دابا وصلنا للبارتيه فين غادي نشوفوا شنو المخاطر ديال الظاهره هذه واجبها المحتوى المغربي او لا كيفاش غادي تاثر عليه. والخطوره تكمن في الاجيال الصاعده ولا الجينيراسيون ديال اليوتيوبرز اللي طالعه. الدري فاش من صغر ديالو كيطلع على المحتوى ديال دوك اللايفات وكيعرف القوالب ديالهم، فاش غادي يبغي يدخل السوشيال ميديا ما غاديش يقلب على فكره القناه ديالو ولا غادي يكتب سكريبت ويسجل ويمونطي ويضرب تماره باش ديك الساعه يلا يقدر يدخل شي حاجه. لا، غادي يقول راه مع راسي غادي نحل الكونت في تيك توك ونضرب لايفات وهنا هنيت راسي وربح ساهل. وهادشي اللي غادي يخلي في المستقبل ما غيبقاش محتوى في المغرب، ما كاينش ناس مبدعين، ما كاينش ناس اللي كيفكروا، وغادي كلشي يولي يلتجئ للربح السريع. وشكون اللي غادي يتضرر من هادشي كامل؟ واللي هو انت طبعا عزيزي المشاهد. ما غاديش تلقى داك المحتوى اللي كتستاهل باش كونسومي. داكشي علاش بغيت نقول لك ما عمرك تفرط فيا حيت اوكي صافي عيقت. هذا هو الموضوع اللي كنت باغي نهضر عليه مش حال هادي. وصراحه غير طلقت المايك وهضرت في شحال من حاجه سبونطاني. وبغيت نقول للناس اللي داخلين السوشيال ميديا الا غادي تقدر تعطي شي حاجه وغادي تحط في الطابله حتى نتايا مرحبا. اما الا كنتي غادي تجي باش تبقى تنصب على الناس وتستغلهم راه ما غادي دير والو والمسار ديالك غادي ينتهي دغيا. وفعلا ما غاديش نقدروا نكرو باللي السوشيال ميديا تقدر تبدل لك حياتك الصاد بالرجوله، ولكن خاصك عاوتاني في نفس الوقت تحلل فلوسك وما تبقاش غير غادي وصافي. اخيرا هضرت على هذا السوجي هذا واخيرا جات الفرصه. واخا راه ما هضرتش على كل شيء ولكن كنظن صافي راه الفكره ولات واضحه واي واحد تفرج في هذا الفيديو راه غادي يكون عارف اش كاين. وكيشرفني باللي هذا الفيديو غادي يكون اخر فيديو ليا في هذه السنه الجميله 2022. نشوفوا في فيديو جديد العام الجاي ويلي لانه كنت شحال حامضه. anyway هادشي اللي كان عندي اليوم. شكرا بزاف حيتاش وصلتي حتى لهنايا، كنقدر هادشي بزاف حرفيا. نصات الناس اللي كيوصلوا لاخر دقيقه والله الا عندكم واحد المكانه كبيره في القلب ديالي حيتاش نتوما اللي كتطلعوا الفيديو. شكرا بزاف وكنعاود نقولها كان معكم بلاك ونشوفوا فيديو جديد وبيس.